شرع وقانون وقلب، واللي يجي عليه بقى بيجي عليا. بس انا كده كده هاخد الازازه دي لحسن تتجنن في عقدك وتعملها في حد. يا حنينة، طب ايه قولك بقى؟ انا عارف مين ورا ضرب النار اللي في فرحك، بس انت ما بقيتيش امان يا حبيبه اخوكي. مين يا عنتر؟ اتكلم مين؟ السنيوره بنت الشيمي، ها؟ صح؟ اسم الله عليك، وانا اللي فاكر نفسي قور. ده انت بتقري الكتاب وهو مقفول. والعريس في الليله كان على عمته. ما انت ما كنتيش انت المقصوده، وحسن ملوش دعوه. امينه شموسه. في ايه يا فورا؟ عم رزق الحاوي يا كبيره. ماله؟ لقوه مقتول في بيته. يا لهوي، انت بتقول ايه يا عم؟ الساقه كلها مقلوبه بره يا عم. يا نهار اسود، الدور علينا يا شمس. الاول الشيمي رضوان، وبعدين رزق الحاوي. الدور علينا يا اختي. انا نزلت ساعه رجعت لقيته بالمنظر ده. عايزك تنزل تلف على محلات الصاغه كلها، مفيش محل يقفل قبل الكاميرات بتاعته ما تتفرج. بسرعه، عايزك تهدي كده، شد حيلك نيابه على وصول. انا مقدر مشاعرك طبعا، ربنا يصبرك. مفيش حاجه نقلتيها من مكانها؟ شلت حاجه؟ غيرت حاجه؟ لا. طيب سلاح الجريمه شفتوش جنب الجثه قريب منها؟ لا، انا رجعت لقيته بالمنظر ده. يا حبيبي كان ليك حق تخاف وتقفل الباب بكل الترابيز دي. هتتكلم ولا ايه يا علي؟ هتكلم اقول ايه سعادتك؟ يعني انت حضرتك بتتهمني بقتل ابويا. انت لسه هتقول لي ابويا. علي، سؤال، قتلت الشيمي رضوان ليه؟ والله العظيم ما قتلته. كنت فين وقت الجريمة؟ انا كنت في البيت نايم، وما عندك سعادتك ممكن تسألها تقول لك ان انا كنت نايم في البيت. كل الكاميرات اللي حوالين المخزن اللي اتقتل فيه الشيمي رضوان رصدك وانت بتحوم حواليه، ومصوراك تاني وانت بتهرب بعد ما قتلته. طب ما نفس الكاميرات دي كانت مصورة عبد الله في المخزن وطلعته. ما يمكن عبد الله هو اللي يكون اللي قتله. خليك في شغلك وخلينا في شغلنا. انا قلت سعادتك انا كنت في البيت ساعتها ونايم، وام عندكم ممكن تسألوا، والفيديو ده متفبرك. على فكره احنا اللي مفرغين الكاميرات. قصدك اللي احنا اللي فبركينه؟ بص يا علي، هتخلص وتعترف ولا هتقولي انا كنت نايم في البيت ونبعت نجيب الست الوالده تشهد لك شهاده زور ونحبسها؟ انا هقول لسعادتك كل حاجه. واتش إت.